يقول: مات الوالد وترك ذهبا، قام أحد أولاده بتقويم الذهب في السوق، ودفع إلى كل واحد من الورثة نصيبه من المال، فرفض الورثة المال وطلبوا منه توزيع الذهب، فما هو الصواب؟ نعم، هذا هو الصواب، أنه يوزع الذهب، وليس من حقه أنه يتصرف في التركة وفي أموال الناس بغير إذنهم. يوزع الذهب، كل يأخذ نصيبه منه، والذي يرضى بأخذ القيمة يأخذ القيمة، والذي يقول لا أنا بأخذ الذهب يعطى نصيبه من الذهب. نعم.